معتصم آخر كان موجود هنا، يعني هو يقاوم ذلك. يعني هناك بعض الفتيات الذين يحاولون التدخل لمنع إلقاء القبض عليه، لكن القوى الأمنية مصرة. تصر القوى الأمنية على إلقاء القبض عليه ويحاول الشبان حمايته. يعني فجأة قامت هذه القوى الأمنية بهذا الهجوم بطريقة كما ذكرنا أدت إلى وقوع إصابات بين المعتصمين